ده يمكن الخبر اللي قلناه الأسبوع اللي فات. بعد الخبر دوت تحديدا يمكن حصل يعني رد فعل كبير جدا على السوشيال ميديا وداخل الوسط الرياضي، لكن أنا بهتم دايما بتصرفات المسؤولين. المسؤولين في النادي الأهلي، أحد المسؤولين الكبار في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، عشان بس إيه نكون بنقول كل حاجة كده بوضوح. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لف على عدد من اللاعبين واحد واحد، كان بيحلفهم الأول على المصحف إن هل فعلا في حد وقع ولا لأ. صالح جمعة لما شاف كده خب بعضه ومشي. ده مبدئيا علشان يعني خلال الأسبوع اللي فات كمان حاول أكتر من مسؤول داخل النادي الأهلي يتأكد من إن صالح جمعة وقع لنادي الزمالك ولا لأ. صالح جمعة رفض كمان الرد على المسؤولين في النادي الأهلي فيما يخص هذا الأمر. إيه الجديد فيما يخص صالح جمعة؟ صالح جمعة وصل له إن في ضغوط على فايلر، إن فايلر مش مقتنع بي وإن هو مش عايز يشركه أساسيا في المباريات، وبالتالي صالح جمعة بيهدد بالرحيل عن النادي الأهلي في حالة عدم مشاركته أساسيا في المباريات. الكلام ده قاله لبعض المقربين منه، وفي نفس الوقت مش فارق مع صالح جمعة سواء إن هو يكون متواجد داخل أي نادي آخر في الدوري المصري وتحديدا نادي الزمالك اللي هو متفق وموقع على عقود مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وفي نفس الوقت صالح جمعة عنده عروض خارجية، لكن المهم بالنسبة له إن هو يشارك أساسيا وإن يكون الضغوط اللي بيمارسها المسؤولين في النادي الأهلي على المدير الفني تتم بشكل مباشر خلال مباريات الدوري، وده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية. يمكن رأي فايلر ان هو بيشوف دلوقتي اللاعب هل هيكون متواجد بشكل يناسب احتياجاته في المباريات، هيجربه ممكن في المباريات الودية، لكن ده برضو بطلب من المسؤولين في النادي الأهلي علشان يفوتوا فكرة او فرصة ان اللاعب يقدم شكوى للاتحاد الدولي بأن هو ما بيلعبش. حتى الآن لسه هنشوف قصة صالح جمعة هتنتهي في الآخر على إيه، سواء يشارك أساسيا زي ما هو عايز وزي ما إدارة النادي عايزة أو لجنة التخطيط عايزة، رغما عن رغبة فايلر المدير الفني للنادي الأهلي. وما ينطبق على صالح جمعة ينطبق على وليد أزار والمهاجم المغربي اللي كان معار إلى الاتفاق السعودي واللي فشلت يعني أو في أزمة ما بينه وبين إدارة النادي السعودي بخصوص طبعا الاتفاقات المالية والمستحقات المالية. في نفس الوقت فايلر مش مقتنع بوليد أزارو، لكن إدارة النادي بتضغط على برضو المدرب السويسري علشان يكون موجود في حالة عدم تمديد إعارته مرة تانية إلى الاتفاق السعودي. بالمناسبة وطالما بنتكلم على أخبار النادي الأهلي كمان، يمكن الفترة اللي فاتت حصل بعض الإصابات سواء جونيور أجاييه سواء رامي ربيعة أحمد الشيخ، يعني دي الأسماء اللي ممكن الأبرز اللي تعرضت لإصابات. يمكن بدأ بعض اللعيبة بتشتكي من الحمل الزائد في التدريبات، الحمل البدني الزائد في التدريبات، ويمكن طلبوا من الجهاز الفني ان هو يكون في تخفيف للأحمال البدنية باعتبار ان هم طبعا كان بقالهم فترة كبيرة ما بيتمرنوش. طيب ده فيما يخص